السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبات وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى مع كتابة بروجراف عن ذا نيك ذا مول رات، فأر الخلد العاري للصف الرابع الابتدائي، ومديني طبعا جايدنج ووردز كلمة مساعدة في منتصف السطر. أكتب ذا نيك ذا نيك مول رات، فأر الخلد العاري. طبعا انا برتب الافكار بتاعتي وابدا اسيب مسافه تعادل الكلمه خصوصا في بدايه الجمله، وابدا الجمله بحرف كابيتال وفي نهايه الجمله بضع في الاسطوب. مديني طبعا هو جايدنج ووردز كلمات مساعده، جايدنج ووردز كلمات مساعده، وطبعا مديني اسنان تيث يعني أسنان، كمان مديني hair شعر، كمان get ill معناها يمرض، مديني كمان live يعيش. كمان هقول طبعا هسيب مسافة تعادل الكلام الأول وأبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة بضع في الأسطوب. هقول إن فار الخلد العاري ده لديه أسنان كبيرة، يبقى ذا نيكد مول رات، فار الخلد العاري لديه هاز طبعا لأنه مفرد بيج تيث، لديه أسنان إيه كبيرة فول ستوب، وأبدأ الجملة بحرف كابيتال وفي نهاية الجملة بضع إيه فول ستوب. هقول إن طبعا فار الخلد العاري ليس لديه شعر، هقول إن هو ليس لديه إيه شعر، يبقى إيه هنعوض عن ذا نيك ذا مول رات بإت، إت هاز لديه أو ليس لديه نو هير يعني ليس لديه إيه شعر. كمان هقول it doesn't get ill يعني هو طبعا ليه لا يمرض. هنبدأ برضو الجملة بحرف كابيتال، هقول ان هو بيعيش فترة طويلة من الزمن او الوقت، يبقى it lives بيعيش for لمدة a very long time بيعيش فترة طويلة من الوقت أو الزمن في الأسطوب، وأبدأ طبعا الجملة بحرف كابيتال. أعوض طبعا دايما عن اسم الحيوان بالضمير it، it it is، وطبعا طالب مني أربع جمل، أنا ممكن أدي الجملة دي it is أو it's amazing animal يعني طبعا إن هو إيه حيوان إيه مذهل أو مدهش. بكده طبعا نكون استخدمت الكلمات اللي هو طبعا مديها لي هي الجايدنج ووردز في كتابة الباراجراف بكل سهولة ويسر. أجين مرة تانية هنقول إن فار الخلد العاري ذا نيك ذا مول رات، ذا نيك ذا مول رات هاز بيج تيث لديه أسنان كبيرة. كمان هقول it has no hair ليس لديه شعر، it doesn't get ill لا يمرض، it lives for a very long time طبعا بيعيش فترة طويلة من الزمن، it is amazing animal يعني انه حيوان مذهل ومدهش. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يا رب الفيديو ينال اعجابكم وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.